اهلا وسهلا متابعي قناه شوب تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا اشهر مشجع مغربي اللي هو ولد علي، اللي غادي يتكلم لينا على حظوظ الوداد في عصبه الابطال الافريقيه. واش الوداد قدر يتاهل بحكم انه ضيع مجموعه من النقاط؟ خاصو يربح وخاصو يتسنى الفرق الاخرى. ايضا غيدخل على خط الشغب الجماهيري اللي وقع في مدينه تطوان قبل مقابله الرجاء الرياضي والمغرب التطواني ضمن منافسات البطوله الاحترافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الوداد؟ خويا باش النقطه الاولى بنذكروا معك على الوداد ديال خويا باش ندخلوا للشغب. الوداد باقي عندهم الحق، ماشي يفقدوا الامل، باقا الكره. باش باقا الكره يعني كل شيء للتاهل سيدي الكوت ديفوار، والثلاث فرق كلهم باقي لاعبين. ثلاث فرق كلهم باقي لاعبين باغي يتاهلوا. قالت العامة هذيك ديال سيمبا حتى هي باغي تتاهل، خسرت مع الوداد حتى هي باقي عندها الامل. يعني الكرة باقا لاعبة، كلشي باغي ينتصر. خلينا كنشوفوا الوداد كيف قال لي يلعبوا مع سيمبا، فهمتي؟ يعني هذوك كالاكسي ولا سمعتها، وباغي يبغيو ينتصروا ويبغيو تنهزم. والواد باع الواد كانت بغات الاخرين يهزموا، فهمتي؟ دابا هنا قلت لك باقا مشبكه، يعني باقي الامان عند ثلاث فرق كلهم، الواد باقي عندها الامل. سيمبا باقي ما تاهلاتش، فهمتي؟ الوداد وسيمبا عندهم ست نقاط، وكالاكسي عندها اربع نقاط. كالاكسي كيتمنى التعثر ديال الوداد ويربحوا، يبغوا يربحوا هما. كالاكسي لا، كالاكسي لا ربحات تيس ولي غادا، فهمتي؟ اش بغيت نقول لك؟ الا انهزمت الوداد، الوداد ما داش عليه الدم. اش قلت لك؟ دابا ثلاث فراقي كلهم لاعبين باقا مشبكه. اللي مأهل دابا هو هذيك ديال كوت ديفوار، هذيك مأهلين واخا يخسروا باقي ديما هما الاولين، فهمتي؟ هذا هو والموضوع ديال الشغب. الشغب ديال الملعب ديال لي مينور هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الشيء كله، هما الناس مسؤولين. هاد الناس ديال الفساد ديال الاعداء السياسي والرياضي والاقتصاد، فهمتي؟ دابا هادوك هاد الناس هاد لي مينور هادو علاش خليتهم بعدا كيجيو بعداك اللي يدخلوا يشوفوا تطوان؟ اسمع لي قال اش كنقول عليه، ما شفناش غير دي مينور، شفنا حتى الناس حتى الشباب، ما شفناش غير دي مينور، ما لوموش واحد فيها. كانوا حتى الشباب كبار ولا خلاهم حتى هما كانوا كيديروا بحال ما تشاغل كانوا. واش هادوك رجاويين؟ دابا هنا هادي واش هادوك رجاويين؟ شوف احنا هنا ماشي ماشي في الموقع اللي نقولوا هذوك راه جاوني لا، ولكن محسوبين على جماهير محسوبين. هذه محسوبين، كاين هذه النقطه مع اتفق معك فيها. قلت لي غادي يلبس واحد التوني وغادي يبقى غادي حتى هو فهمت هذه. ها ما كتشوفها ملي كتكون لعبه راجل وي كيديروا التوني، هذا واحد يخون بورتابل واحد يخون تيليفون واحد باغي يفرغ الكابات اللي عنده، فهمتي؟ راه كاين واحد المقابله كانت داز الراجا مع الحسيمه، وكانت الراجا كانوا عندهم ديك الذكرى ديال الذكرى ديالهم ديال السنوات ديالهم ديال شحال من عام عندهم الى اخره، مع الحسيمه ديال 45 سنين ودخلت واحد الفئه باش ما يتزوجوش الشباب باش المهم لا هي دخلوا واحد الفئه، فهمتي؟ واحد الفئه دخلت تما كتشير ولا كيشير بعضيات ما عرفوش منين جاي. ضربوا بيناتهم وهي ولا كيقول لك هذيك ديك دابا الرجاء كاينه مافيا تابعة الرجاء. واش اللي رجاوي فري غادي يعمل داك الشيء ديال اللي شفناه دابا حنا في تطوان؟ احنا كنعرفوا الرجاء من الاحسن جمهور ماشي في المغرب، في العالم. مشاو للجزائر قالوا الصحراء المغربيه، غنوا على فلسطين، غنوا على الزنزال، وعندهم كيصيفطوا مساج واعري ديال في بلادي ظلموني، فهمتي؟ لا زعما عندهم شي يعني ميساجات كيوصلوهم، فهمتي؟ بكل صراحه هذوك حق هذوك حرام واش يكونوا جمهور ديال الرجاء، بكل صراحه الناس تابعيننا، فهمتي؟ بكل صراحه راه ملي كدير توب كيتبعوك الاعداء، فهمتي؟ لا بكل صراحه انا دابا حنا دابا راه كاين الاعداء داخل والاعداء الخارج. اعداء داخل راه كلشي معروفين، كلشي معروف. انا اللي رجاوي فري ما يديرش بحال داك الشيء بكل صراحه. دوك هذوك شدوا البوليس منهم اليوم يعرفهم شكون هما بعدا، فهمتي؟ الجمهور ديال دخل تطوان مع التطواني خاوه دارت ماتش مزيان، وهذه لعبوا الكره داروا ان بارتو. ولكن هذاك الشيء اللي شفناه برا التيران هذاك الشيء برا التيران على علاقه بالرجاء. واش عاد تجي لبس تونيا ولا نسمو نقول نحسبوا على الرجاء؟ بكل صراحه عندك لها علاقه بالرجاء بكل صراحه. الرجاء الرجاء راه كاينه مافيا تابعه الرجاء، فهمتي؟ كتشوف الرجاء والاعلام والاعلام دابا والاعلام دابا كتشوف الرجاء مستهدفه وتابلاتي اي مستهدفه بزاف كاع شكون مستهدفه؟ من جهه الاعلام وكل شيء ما حملش الرجاء. لا
لا تسحب تسحب هذه النقطه ديال ولدي تحسب تسحبها لان الاعلام كيوصل للحقيقه كيوصل للصوره كنديروا خدمتنا والاعلام يوصل دابا الرجاء اعلام قال لك خونوا واحد المكانه ديالك دوكول ولا فرانكو ولا مارت ماشي اعلام هذوك غير المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ماشي الاعلام غير المتداول ودابا كل شيء ولا كيغوت فهمتي كيف اسمعني كيفرق بين صفحات ديال مواقع التواصل الاجتماعي وبين الاعلام وكاين الراديو دابا كيهضموا وصل ديال الرجاء كل شيء ولا كيغوت الرجاء دايرو هادي ولا بليل كل ساعه كيغوتوا هذا اسبوع كله كيغوتوا على الرجاء دايرو هذا ملي كتجي الرجاء كتنوض القيامه كل شيء كيتكل على الرجاء بكل صراحه هذا تاعي راه هذاك هذه كاينه مافيا تبع الرجاء كل شيء. كتشوف ان احدى الشغب اللي تاثر على مصادر فريق رجاء رياضي ما تاثرش علاش تاثر؟ هذا غادي. حيت يقدروا يخرجوا عقوبات اللي تيحكموا من الجماهير ديالهم. ودابا هما كيقلبوا عم يدوزوا الرجاء. راه من زمان عم يدوزوا الرجاء. دابا كيقول 3000 ديال الجمهور مشيت لبرشيد 3000 وحاروا معاها. دابا ما بقاش 3000 دابا الا خرجت عقوبات تلعب الويكلو. واللي بغاو يديروا الرجاء كتلعب فهمتي داك الشيء من زمان الرجاء هما كيحاربوا فيها. من زمان واش ملي قال 3000 جا يقول لك ومن يجي كاس العالم دواعي امنيه هذا كيحاربوا فيها بكل صراحه بكل صراحه من زمان هذا كيحاربوا فيها لا من البطولات لا من هذه لا كذا نرجعوا للفريق الرجاء الرياضي مصادر الفريق الرجاء الرياضي شفنا كانت غدا فلاكورس مع فريق جيش الملكي دابا من بعد 9 شهور التعادلات بان كنشوف بان فريق جيش الملكي شاد لاكورس بوحدو بطل دابا البطوله باقا لعبه باقا 27 نقطه كيف هاد باقا لعبه الورد ضيعوا الرجاء ضيعوا فين ضاعوا لهم نقاط بزاف ضيعوا من المدرب الله يهديه تا هو كتحمل المسؤوليه المدرب باقي ما خسرت ماتش ما والو حتى الريكورد تقول 21 ماتش ما خسرش ولكن دار اخطاء يعني 3 بوان ضيعوهم بزاف فهمتي دار بزاف ديال التعادلات وكاين ماتشات اخرى بلا ما نذكر معك بدايه البطوله ديال التحكيم هادشي ديال التحكيم فهمتي بدايه البطوله شحال من نقطه حيدو من التحكيم واللي زاد عليهم هو المدرب تاعهم الرجاء كان يكونوا هاربين يعطى الله هو هذا المهم حنا ديما الرجاء العالمي في السراء والضراء الى الابد لا بدايه الموسم كنا كنشوفوا جميع جماهير الرجاويه كانت كتفائل يعني ولا لعابه كانوا عازمين باش يدوا اللقب هذا العام وي هي دابا هي راه كانت عندنا اشكال اخطاء اللي قلتهم لك المدرب دار اخطاء كبار فهمتي كيكون منتصر كيرجع الله والطريقه باش كيلعب والرجاء ما عندهاش ليفيكتيف بكل صراحه هاد اللعابه كاع اللي جابوا شفنا حتى شي لعاب كاع توب ولا شي حاجه هذا مشكل اخر هذا مشكل اخر حيت المدرب اللي ما كتعندو ليفيكتيف هذا هو الفرق بين الرجاء والجيش الجيش عندهم ليفيكتيف عندهم لي روم بلاصه وهذه كيخيروا الماتش الرجاء كتربح بواحد وراجع الله وروح هادي بصراحة انا شفت اللعابة اللي جاو دابا شفت شي واحد كاع فوالا من دابا كيلعب دابا فين داك من عيادة ولا داك اللي جابو ما عرفت كيلعب في اسيا ما عرفت بوليفي ولا ما عرفت كنشوف بكل صراحة الرجاء كانوا اخطاء عند الرجاء عملوهم فهمتي بكل صراحة الرجاء المهم الحمد لله المهم اللي غادي داك الشيء عندنا حنا كل شيء عندنا مزيان وغادي بحلال هذاك هو الربح ديالنا حنايا بكل صراحة رسالتك للمكتب ولاعبي فريق رجاء وكذلك الجماهير من بعد التعادل وبعد احداث الشغل الجماهير ديال الرجاء راه معروفين كيبقاو مع الرجاء في السراء والضراء الرجاء راه هي ديال رجاء الشعب الرجاء راه ماشي فرقه الرجاء راه امبراطوريا بكل صراحه فهمتي دابا المرة الجمهور خصو يبقى يشجع وهادي فهمتي الى اخره والناس المسؤوله داروا اخطاء ماشي شي اخطاء انا هذا الشيء ديال اللعاب اللي جاو دابا شفنا حتى شي واحد كيلعب دابا هذاك هيرفي جا ولد فتح تاهو يلا كل اللعيبه يدخلوا لعاب يدخلوا غنشوفوهم هادي واحد ربع ساعة تشوف لعاب هادي جاي الماتش هادي متى يلعب لعاب غيسالي كانوا اخطاء عند الرجاء بكل صراحة ورسالتك اللاعبين واللاعبين المهم غير راه الرجاء هادي فهمتي الرجاء العالمي بغم حركوا التوني ويلعبوا الكورة فهمتي وهادي واللي عطى الله هو هذا شكرا الله يربي الله شكرا ولد علي الى هنا مشاهدينا الكرام كنخليكم على متلقى بكم بث مباشر اخر ان شاء الله.